صلى الله عليه وسلم عندما تقتل الأوجاع. طوال هذا العام هؤلاء الفقراء لم يستلموا إلا نصف مخصص، كان من المفترض أن يستلموا 4 مرات ولكن لم يستلموا حتى الآن إلا نصف مخصص. هؤلاء الفقراء يتجاوز عددهم 85,000 فقير في قطاع غزة، ويعتمدون بشكل رئيسي على ما يخرج أو ما يقدم لهم من الشؤون الاجتماعية من مخصصات. عندما يتم حرمانهم من هذا المخصص سوف يكون هناك أزمة حقيقية يعيشون فيها هؤلاء الفقراء. نحن نتحدث عن وضع اقتصادي متردي، حصار وإغلاق وحرمان وبطالة وجوع. احنا الأغلبية في غزة هان، احنا شؤون اجتماعية، شؤون الأسر معدومة، أسر يعني مكربلينها كربلة، اللي بدخل 10 شيكل في اليوم ما بيعطوه شؤون اجتماعية، قاعدين فيش شغل، فيش شغل، هم يعني فئة ميتة، الشؤون الاجتماعية فئة ميتة، بدنا حقنا، بدنا شؤون.